لا فاميلي يوما جبت لكم اكزامبل جديد اللي هو دونت لوك فور لوف لوك فور بيتزا. هاد ليكزامبل كيف ما كتشوفوا معايا هو عباره على تكست ديزاين. حنا غادي نحاولوا نجيبوا فكره ديال ديزاين يكون فيه تكست وكذلك الستريشن ونشوفوا شنو يمكن لينا نخرجوا بواسطه استعمال ادوبي الستريتور. وهذا الشيء كامل باش نديروا توتوريال ديال برانس اون مان بيزنس كيفاش صايب تيشيرت ديزاين ديالك بطريقه اللي هي سهله بزاف. الا كنتي جديد ما تنساش دير سبسكرايب تبع الدروس المجانيه اللي كنعطي في يوتيوب. والا كنتي ديجا معايا في لا فامي هبط دير لايك خلي لي كومنتس باش كومسا تشجعني ندير فيديوهات ان شاء الله مستقبليه ونزيدو نبارطاجيو دروس اخرى. باش تضاعف الارباح ديالك في مواقع البرانت اون ديماند اكتشف معايا الدروس بريميوم اللي كنعطي ميرش باي امازون ايتسي ريد بابلو بزاف وبزاف ديال المواقع اخرى. الا اشتركتي معنا دابا البلاصه ديالك غادي تكون في الاكاديمي مدى الحياه، بمعنى اخر كتخلص مره واحده وكتستافد من الدروس اللي كاينه وكذلك من الدروس بريميوم الجديده اللي كنحط كل مره في الاكاديمي باش ديما نبارطاجي معاك شنو اللي خدام دابا وحاليا. شوف اللينك في الديسكريبشن ديال هذا الفيديو باش تاخذ فكره اكثر على hamzabhmacademy.com باش تعرف اكثر على المحتوى وكذلك الطريقه ديال الشراء. غادي نديروها خوت سهله، غادي ناخذ التكست ديالنا هو هذا نورمالمون اللي في التيشيرت جينيرالمون كيكون مكتوب في التايتل ديال التيشيرت. وغادي نفتحوا ادوبي الستريتور، غادي نديروا كوموند في باش نديروا باست لا فراز ديالنا غير هو اللون الاسود كيف ما كتلاحظوا عندنا هنايا. دونك غادي نديروا بيبيت باش غادي ناخذوا شي سيل دو بوليس مثلا ناخذوا هذا. ثاني حاجه خوت غادي نقسموا الديزاين اولا نقسموا لا فراز ديالنا على اسطر، مثلا دون لوك تكون في ستار، من بعد نديروا باس فور لوف تكون في ستار، من بعد باس لوك فور بيتزا نديرو بيتزا مثلا في السطر الاخير على هذا الشكل هذا. علاش قسمت لافخاز؟ ببساطه باش يجيني ساهل نشونجي الفونت او لي تيب دو بوليس باش نخدم بطريقه سريعه، وذلك باستعمال بيبيت كيف ما شرحت في باقي الدروس في يوتيوب. دونك كمثال نختارو دون لوك، نختارو هاد لابوليس. فور لوف نفس الشيء، لوك فور حتى هي نفس الشيء. اما بالنسبه للبيتزا غادي نحاولوا نختاروا شي تيب دو بوليس اللي كيتمتاز به البيتزا نورمالمون كانيتش اللي غادي نخدموا عليه. مثلا غادي نختاروا هاد التيب دو بوليس هذا ما عجبنيش بزاف، نقدروا مثلا نختاروا هذا. هنا فقط غادي نديروا بي ماجوسكول بحال هكا، غادي نحاولوا نقربوا الحروف مع بعضياتها عن طريق اوبسيون في الكلافيي والسهم اللي كيمشي للجانب الايسر باش ديك الزد والزد يوليو بحال هذا الشكل هذا ما يبقاش داك الفارق، ونكبروا شي شويه بالشيفت او ميم طون هاد النقطه هادي. ودابا نشوفوا شنو غادي نديروا بداك الشيء الاخر، غادي نحاولوا نصايبوا بحال هكا. عندكم فور لوف، لوف خصو يكون اللون نورمالمون ديال لوف اللي هو اللون الاحمر. نشوفوا هذا اللون الاحمر هو هذا. دائما كنخدموا بيبات الخوت بيتزا نورمالمون بحال هكا نقدروا نديروا الحرف اغ في الكلافيي باش يعطينا بحال هكا، وغادي نشدوها نميلوها على هذا الشكل مثلا. دابا من بعد ما سرينا التكست ديالنا بطريقه سريعه جدا غادي نمشيو للفري بيك، وغادي نختاروا هنايا ار ريسورسز غنكتبوا فري فيكتور ونديروا مثلا بيتزا، نشوفوا شي حاجه اللي تتماشى لنا مع الديزاين اللي عندنا. نقدروا مثلا ناخذوا هاد ليلوستراسيون عندنا هنايا باش نهزوا هاد البيتزا اللي عندنا في الجانب الايسر. دونك حليتها في واحد لونجلي جديد، كذلك شفت واحد ليليمون ديال البيتزا اللي هو تشيز اللي كيكون نورمالمون معروف في البيتزا اللي هو الفروماج. غادي نحلو في ايليمون بوحدو حتى هو باش نتيليشارجي ونتانسبيرا منه ونشوف شنو يمكن لي نخرج بهاد جوج الحاجات. غنديرو داونلود فري داونلود والفيشيي كيتيليشارجا لنا هنايا، من بعد غادي نمشي عاوتاني ندير داونلود هنايا فري ونتيليشارجيو فيشيي تاني. فيشيي كيكون او بي اس كنديرو اوفغيغ افيك ادوبي الستراتور، كنكليكيو على اوكي وكنجبدو ليليمون ديالنا مثلا هو هذا كيف ما كتشوفو مع الكتابه. دونك غنديرو كليك دغوا ديسوسيي باش نهزوه بوحدو مثلا بحال هكا، وكنجيبو التمبليت وكنطلق كنديرو ديكومبوزي باش الا كان شي كونتور كيديكومبوزا اوكي، كنصغرو ليلستراسيون ديالنا على هذا الشكل. ودابا غادي نشوفو شنو يمكننا نخرجو من هاد ليلستراسيون. غادي نجيبو دون لوك فور لوف، غادي نحاولو نديرو لها واحد ليليمون هنايا كمثال، غناخدو لا بلوم وغادي نبداو من هنايا نحاولو نديرو واحد المربع على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نجي ندير بيرميتي باش نقلب الفون يولي كونتور على هذا، نعطيوها جوج في الكونتور. وبالنسبه للوك فور غادي نحاولو نشونجيو لا بوليس ديالها ونعطيو ليها هاد لا بوليس هادي اللي رقيقه لان كتشابه مع لا بوليس ديال البيتزا، غير هو باش نخليو البيتزا تبان يعني تبان اكبر اكثر لان هي النيتش ديالنا. غادي نخليو البيتزا بولد، اما بالنسبه لهادي غادي تكون سكيني ليرز، غنكبروها شي شويه بحال هكا مثلا
ونصغروا ليلوستراسيون شي شويه، نحاولوا نجيبوها في هذا الجانب باش نحاولوا نخليو واحد الميزون باج اللي غادي تجي متناسقه. مثلا بحال هكا نزيدو نكبروا البيتزا شي شويه، بغينا داك الفرماج اللي هابط من ليلوستراسيون يجي فوق الاب بحال هكا. دابا بالنسبه للبيتزا سوا غادي نخليوها في اللون الابيض، سوا غادي نعطيو ليها اللون الاصفر الفاتح اللي عندنا في هذه ليلوستراسيون. غنشوفوا كيفاش غادي تجي به. دونك من الاحسن احنا جربنا، من الاحسن نخليوها في الابيض، انا عجبتني سانسيرمون. نقدروا كذلك نزيدوا بان تول نرسمو مثلا خط، نصغرو الكونتور ديالو بحال هكا على هذا الشكل، ونحاولوا نرسمو مثلا التساقط ديال الفرماج باش يتماشى مع الديزاين ديالنا ديال البيتزا كمثال فوالا مثلا. ومن بعد غادي نجيو سيليكسيون بالسهم الاسود والشيفت، ونختاروا هادو كاملين اللي رسمنا بحال هكا باش غادي نشونجيهم ونعطيو ليهم اللون اللي بغينا حنايا. ولكن قبل هادشي هذا غنديروا اسوسي، ونجيبو واحد المربع بحال هكا، ونجيبو بيبيت نختاروا اللون اللي كنا باغيين اللي هو هذا مثلا فوالا، هذا هو اللون ديالنا. ودابا عاد غادي نجيو نختاروا هادو ونديروا بيبيت ونعطيوهم اللون اللي كنا باغيين. ولكن حيت على ود ما عجبنيش داك البلان دونك خليه سامبل بحال هكا سي ميو. نقدروا نجيبوا لا بلوم مثلا، نديروا واحد ليفي هنايا اوبسيون بحال هكا كمثال، وغادي نديروا بيرميوتي ونعطيوه اللون ابيض بحال هكا باش نزيدوا شي اليمون علاش لا. دونك صافي، من بعد ما صايبنا الديزاين ديالنا كيف ما كتلاحظوا هو هذا ديزاين سامبل، وثقوا بيا كيتباع هذا لو جونغ ديال الديزاين اللي فيه درنا ايلوستراسيون وزدنا عليها كذلك تكست ديزاين وديزيليمون غرافيك. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم الخوت، ما تنساوش دعموا القناه كما دابيتود. كان معكم حمزه بيعشي.